قبل ما ادخل في الموضوع الرئيسي، حاجه كده ظهرت امبارح في التلفزيون في بعض المحطات يعني ولا ايه، وتصريحات صدرت من حد اسمه عمرو بسيوني في بيراميدز. الاول عايز اعرف مين عمرو بسيوني، يعني هو بيقولوا ماسك التعاقدات حاجه كده يعني، بس هو مين عمرو بسيوني؟ لانه امبارح شفت له تصريحات همجيه، يعني في بعض الالفاظ بتبقى فعلا دقيقه. ده اسمه التصريح الهمجي. عارف انت لما واحد يعني يعمل نفسه بيدافع في يوم نطح، هذا عامل كده، دخل نطح يعني. قال لك ان مباراة الاهلي والزمالك اتأجلت لان الاهلي والزمالك عندهم حالات كورونا. طب فيقولوا له يا ابن الامن، الامن اللي اجل يعني انت؟ لا 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 لا، ما هو على مين الكلام ده؟ ما احنا فاهمين كل ايه يا عم انت ده؟ ايه الزنت اللي ظهر؟ يعني عارفين انت نبت شطاني كده يظهر فجأة في مكان فتقول ايه ده؟ مين ده؟ وان رمضان صبحي بيتعرض لارهاب معنوي، ارهاب معنوي وفكري، ومش فاهم بيقول ايه طبعا، يعني ايه ارهاب معنوي وفكري؟ هو مش فاهم دقة الألفاظ اللي بيقولها يعني. علشان خاطر رمضان صبحي المقدمين كل شوية يقولوا طموح ايه؟ اللي هو رايح له في بيراميدز، وفي طموح أكتر من الأهلي، وفي بطولات أكتر من إنك تجيبها مع الأهلي، هو مش عاجبه إن المذيعين بيقولوا كده يعني. وانا معرفش هو يعني ما يتعرض له ايه، اللي بيتعرض ليه رمضان وهو رمضان صبحي دلوقتي لاعب في منتخب مصر؟ وما ظنش ان الاعلام لما الكابتن حسام البدري ضم رمضان صبحي لمنتخب مصر وهو في عز معمعته ومشكلته وازمته وانتقاله من الاهلي لبيراميدز، ما اعتقدش الاعلام رفض، او ما اعتقدش ان الاعلام مثلا شن هجوم شديد الضراوه على حسام البدري، او هجوم حاد على حسام البدري، او يعني مسكوا حسام البدري يعني من فوق لتحت. ما حصلش يعني، عادي خالص خالص يعني. كل الناس كانت مستغربه ان ازاي في لعيب يسيب الاهلي او الزمالك الانديه دي يروح بيراميدز، دي كانت خصوصا لما يبقى لعيب اسمه كبير. فده كان مصدر الاندهاش ومصدر ان الناس كانت بتستعجب، وان الصفقه خدت اكتر من حقها. ليس اكثر من ذلك يعني، على فكره رمضان صبحي مشي والاهلي كسب افريقيا وكسب دوري وكسب كاس وكسب كل حاجه يعني، مفيش مشكلة يعني. يعني كمشكلة أهلاوية مش حاصلة. ومصطفى محمد لو مشي مفيش مشكلة يعني، الناس هتستغرب بس وناس هتبقى متضايقة، لكن الزمالك هيفضل هو زمالك برضه يعني، مفيش مشكلة خالص يعني. فالأخ عمرو بسيوني بس عايز حد يقول لي هو مين، والله أنا ما أعرف يعني. كان بيلعب مثلا في اتحاد عثمان زمان، كان بيلعب مثلا في شريال الدخان، ما أعرفش يعني، أنا مش عارف يعني. يعني هذه النطحات والشطحات، حد قال له بالظهر ادخل دافع عن بيراميدز، او ادخل، او عشان كسبوا امبارح سيراميكا كليوباترا، ممكن سيراميكا دلوقتي بقى فرقه تقيله، لما بيراميدز بيكسب بينتعش، فالناس بتاخد يعني بتشرب بريل زي ما بيقولوا، فمش عارف يعني. يعني والله العظيم دي كانت ظاهره امبارح صوتيه كده ظهرت فجاه زي الزوند، فاحتاجت ان انا مش عايز اديله اكتر من كده يعني، يا دوب كده كتير عليه، لكن انا بقول له اهدى. اولا لا مجالك ولا مكانك ولا اسلوب ولا طريقه ان انت بتتكلم بيها اساسا يعني. الظاهره السلبيه دي، كان في ظاهره ايجابيه جدا، ان الاهلي امبارح بيتوج في جائزه مهمه، كلاب سوكر دي اللي هي بتاعه دبي، مركز دبي الرياضي، كاكثر نادي تحقيقا للبطولات في منطقه الشرق الاوسط. وكان سنه 2020 دي كانت سنه الخراب على العالم كله الا الاهلي يعني، عارفين المرزق يعني، الناس كلها فلست، الناس كلها تنحت، الناس كلها عندها مشاكل، الناس كلها عندها ازمات ماديه وافلاس، والناس كلها خسرت بطولات الا الاهلي. سنه 2020 حقق فيها كل حاجه، كل حاجه يعني، خد افريقيا وخد دوري وخد كاس وجاب لعيبه وعمل كل حاجه في الدنيا، وعمل استاد جديد يعني، حاجه غريبه جدا، حاجة غريبة جدا بجد يعني. يعني أنا ما شفتش محظوظ أكتر من كده يعني بصراحة، يعني مش ممكن النادي الأهلي ويرفض العام أن يسدل ستائره إلا بمشهد أخير برضه للأهلي، إنه يتوج أكتر نادي في منطقة الشرق الأوسط تحقيقا للبطولات، ويقف على الستيج كابتن محمود الخطيب وجنبيه بقى مين؟ كريستيانو رونالدو. ده كفاية لوحده هذه الظاهرة البرتغاليه اللي بياخد افضل لاعب في القرن في الجائزه دي. وطبعا النجم البولندي الكبير ليفاندوفسكي المهاجم الشهير بتاع بايرن ميونخ، ونجوم كتير وجوائز كتير، وكانت احتفاليه حلوه الحقيقه عام
فخرا بيه النادي الاهلي. النادي الاهلي قاعد يجهز ويتكتك التكنيك والتكتيك والتفتيك، عارف انت الكلام ده ليه، وده حتى في تصريحاته امبارح الكابتن محمود الخطيب قال كده، قال يعني ده ليه كاس العالم للانديه، وده حتى في تصريحاته امبارح الكابتن محمود الخطيب قال كده، قال يعني احنا بنتمنى نكون من الاربعه الاوائل في كاس العالم للانديه. طبعا طبعا، ما هو في غريزه البطولات يعني زادت في الشهور الاخيره، لكن انت رايح تلعب مين؟ انت رايح تلعب ابطال القارات، انت رايح تقابل بقى بايرن ميونخ، يعني ده كفايه لوحده اللي كسب برشلونه 8، يعني عارفين 8 يعني ايه؟ يعني حاجه يعني لم تحدث في التاريخ يعني. فانت رايح تلعب بطوله قويه جدا، لذلك موسيماني ميتسو موسيماني قاعد يفكر ازاي يقدر ينافس في هذه البطوله. وعشان تقدر تنافس لازم يكون عندك برضو نقله في نوعيه اللعيبه، يعني هي الاهلي عنده عدد من اللعيبه الكويسين واللعيبه النجوم وكل حاجه، لكن على المستوى الاقليمي انت بدات تخرج من الاقليمي للعالمي. انا فاكر زمان كان فايلر اعتقد عملوا معاه انترفيو، فقالوا له فريق زي الاهلي ينفع يلعب في الدوري الالماني؟ فقال اه طبعا يلعب في الدوري الالماني بس ياخد المركز من ال 12 لل 16. حاجه كده يعني. من ال 12 لل 16، يعني انت بتتكلم ان هو مش من التوب 5 في المانيا ولا من التوب 10 حتى. ده هو من ال 12 لل 16. وعشان تنقل من ال 12 لل 16 تطلع فوق شويه، هتخش دايما سابع سادس خامس، محتاج برضو كواليتي لعيبه مختلف. علشان كده الاهلي مصر على سيرينو طبعا اللي هو مودريتش، انا سميته خلاص مودريتش الكره المصريه على اعتبار كل الكلام على سيرينو حاسسوني ان الاهلي بيجيب مودريتش، فاحنا مستنيين نشوف بقى هذا السيرينو. وكمان الاهلي محتاج لعيب تاني وفق طلبات موسيماني، وكمان محتاج من الدوري المحلي وفق طلبات موسيماني في الانتقالات الشتويه. وخزائن الاهلي السريه، عارفين انتوا دايما كده الاباطره بتبص تلاقي بقى حسابات في البنوك وخزائن سريه تحت الارض في الحيطان، عرفتوا زمان في الافلام لما كنت تخش تدوس على زرار في الحيطه تقوم لفه، والبطل تداس على الزرار الحيطه تقوم لفه تقوم داخل من الباب نازل خزنه فلوس كبيره جدا. فالاهلي عنده كده لما يحتاج، يعني لما يقرر تتفتح الخزائن دايما في سنين الانتخابات، والسنه الجايه سنه انتخابات، خدوا بالكم سنة 2021 دي هي سنة انتخابات في كل أندية مصر، فكل أندية مصر هتفتح الخزن. كل الدنيا بقى عايزة إيه؟ تقوي فرقتها وعايزة تنزل انتخابات وعايزة تكسب بطولات عشان خاطر تبقى يعني قدام الجمعية العمومية محققة إنجازات، وده طبيعي يعني. فالآلة عايز يستكمل. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلوية على اليوتيوب. بالنسبة للأهلوية اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكلة في تسجيل الدخول لليوتيوب، الأمر بسيط جدا، هتلاقي ثلاث نقط جنب بعض هتدوس عليهم، هتطلع لحضرتك القائمة اللي قدامك، هتدوس على فتح في اليوتيوب، وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.